إن شاء الله اليوم نختم الليلة إن شاء الله ويحصل المقصود. وبعدين من سينشد كتمام الله مقاصدنا، أو ستأتي باليوتيوب بدلا من هذا، بدلا من شعار أنشد قصيدة جميلة. هي القصيدة وكلماتها جميلة، ولكن هل هي مناسبة للمقام؟ غير مناسب. قلت لهم الله قال لا يعرف لحنها، محتاج للاستعداد. وإلا هو صوته جيد. من هو؟ أوه، هو مليباري أصلي إنديا. طيب بسم الله. فتحت البث؟ فتحته. أيوة. آمين. قال والمختار أنه لا يقبل من المستدل إذا وافق المعتمد بالإجمال القضي على عدم ثبوته في غير مقصده. إذا وافق أنقدم، إذا وافق ليش المعترض؟ إذا وافق المعترض بالإجمال القضي على عدم ثبوته في غير مقصده دعواه دعواه الظهور، يعني لم يوافق المعترض، لم يوافق، قال لنا أن مقصدي ظاهر. مثلا ادعى الإجماع المعترض وهو ولا يوافق على ظهور مقصده، فادعى المستدل قال مقصدي ظاهر، أنه سيردد المعترض اللفظ بين معنيين، أحدهما يصح والآخر لا يصح، فالدعوة بالظهور في مقصده هذا يكفي مجرد الدعاء، بل لابد أن يثبت ذلك إما بلغة إما بعرف إما بقرينة. لا يكفي مجرد الدعوة، إن الدعوة بتكون بدون دليل. قبل إقامة الدليل دعوة تدعى النتيجة على ما يروى. نعم، ما يكمل بلا نقل عن لغة أو عرف أو قرينة. بلا نقل عن لغة أو عرف أو قرينة، يعني لابد من أن يثبت واضح أن أحد المعنيين ظاهر في مقصده. أن أحدهما ماذا؟ ظاهر في مقصده. واضح؟ نعم. أيوة كمل. كأن يقول يلزم ظهوره في مقصده لأنه غير ظاهر. يلزم ظهوره في مقصده. أيوة اتفاقا، يعني بلا خلاف، انه غير ظاهر في الاخر اتفاقا. اتفاقا اي بلا ايش؟ اي بلا خلاف. ايوه. ولو لم يكن ظاهرا في مقصده لزم ماذا؟ الاجمال، لانه سيردد اللفظ بين معنيين متساويين. يعني الظهور ترجيح والإجمال فيه تساوي، واضح؟ فيه تساوي، فيه تساوي اللفظ بين المعنيين. نعم. أيوة. وإنما لم تثبت لأنه لا أثر لها بعد بيان المعتمد إجمالها. نعم. وإنما كان عد العبارة. لا تثبت وإنما لم تثبت لأنه لا أثر لها بعد بيان المعتمد إجمالها. لما يبين المعتمد الإجمال ويوجه ذلك المعترض يجب عليه بيان وجه الإجمال، صحيح؟ مجرد الدعوة لا تؤثر، لا تقاوم دعوة الإجمال التي أثبت الإجمال فيها المعترض، فلهذا لا تقبل مجرد الدعوة لأنها ضعيفة. إذا لابد من ماذا؟ من دليل حتى تقابل دعوة المعترض. أيوة. وقيل تقبل دفعا للإجمال الذي هو خلاف الأصل.
قيل تقبل لأنه لما ادعى الإجمال كأنه استند إلى أنه هو الأصل، وما كان هو الأصل كان مقبولا. يعني المسلد الغاية ما فيه أنه ادعى ماذا؟ ادعى أن الأصل معه، ادعى أن الأصل معه. أيوه. ومحل الوجوب إذا لم يشتهر اللفظ بالإجمال. ومحله كما قال لك إذا لم يشتهر اللفظ بماذا؟ بالإجمال، واضح. أما إذا اشتهر في الإجمال فهذا واضح، لأن الشهرة تقوم مقام ماذا؟ دليل، كالقرء مثلا، كالقرء هذا مشهور بالإجمال، فهذا مجرد دعوة تكفي لاستنادها إلى الشهرة. أيوة. كالعين فإن اشتهر به كالعين والكرء لم يقبل، حكم لا بعدم القبول بهذه الصورة. قال لك لم ايش؟ لم يقبل ذلك جزما. نعم، إذا يعني إذا صح، إذا ادعى يعني كأن المعترض إذا ادعى، احنا قلنا نحن قبيل نحن نتكلم على الشهرة تقوم مقام الدليل المانع، يعني الشهرة هنا في جانب المعترض. ما اشتهر بالإجمال الشهرة في جانب من؟ المعترض وليس المستدل، خلاف ما كان يوهم شرحنا قبل قليل. فالمعترض إذا اعترض على شيء بالإجمال وهو ظاهر ومشهور الإجمال فادعى في الظهور، هنا لا يقبل، واضح، لأن الشهرة مانعة من دعواه فلا تقبل بلا خلاف. هنا لا تقبل بلا خلاف، لأن الشهرة كأنها مكذبة، مكذبة لدعواه. أيوة. وترجيح عدم القبول ترجيح عدم القبول من زيادته، لأن الإمام السبكي لم يرجح، أطلق في ذلك الخلاف على عادته في كثير من الأقوال، وهذا ميزة لب الأصول أنه يذكر الراجح ويذكر الترجيح. لكن السبكي قال تركت ذلك لنكتة ولغرض، قال ليتنبه إليه يعني من ليست له ملكة وخبرة في هذا المن، أحيانا يكون الخلاف قوي جدا فيمنع ذلك الترجيح، وأيضا حتى ينظر الشخص إلى الأقوال التي هي متقابلة بقوة. الإمام السبكي لم يرجح في كثير من المسائل. أيوة. وهو ما اعتمده شيخنا الكمالي منهما وغيره، مع أنهما لا تقبل. ابن همام أدركه. بلا الى نقل او قرينه اظهر من المراد من قوله دفعا للاجمال، دفعا للاجمال صح ولا يعني لا؟ بلا يعني دفعا للاجمال، يعني لابد ان يبين دفعا للاجمال. هذا محله اذا كان بلا نقل ولا قرينه، لابد، لان لا تقبل دعواه مجرد الاجمال. هو قال السبكي دعواه دفع الاجمال، قال أولى أن نقيد ونقول دعواه الظهور بلا قرينة أو نقل، فقيده بذلك، يعني هو بدل موجود القرينة أو نقل قبل، لأنه قرن دعواه بالدليل. أيوة. ثم المنع أن غيره لا يأتي في الحكاية، اعلم أن الاعتراض لا يأتي في الحكاية، لماذا؟ لأنه مجرد ناقل، أنا ناقل قلت لك، قال الشافعي كيف تعرض علي؟ ممكن اعترض عليك كما يقول اهل المناظره في النقل، طالبك بتصحيح النقل وطالبك ببيان من اين اخذته من كلامه باي كتاب، هذا ممكن. اما ان تعترض على عليه من حيث الحكم، قال الشافعي فلان، الاعتراض على الشافعي وليس علي انا، انا مجرد احكي، انا مجرد ناقل. نعم. ايوه. اي حكايه المستدل للاقوال في المساله المذكوره فيها حتى يختار قول، من حكاية القول لا يعترض عليه، حتى يرجح قول، إذا رجح قول هم ممكن أن نعترض عليه، لأن الترجيح يقتضي أنه ماذا يقول به، فهنا يأتي الاعتراض عليه. أيوه. بل يأتي بالدليل إما قبل تمامه. ها؟ يأتي؟ بل يأتي بالدليل إما قبل تمامه. وإنما
بعد أي بعد تمامه. بعد التمام. أشوف الاعتراض لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد إتمام المستدل دليله. لا يمكن أن تعترض على المستدل دعواه قبل أن يتم الدليل، وإلا كان ذلك ماذا؟ غصب. صحيح ولا غصبت مقامه، أنت اتركه يكمل، اتركه ماذا؟ يكمل. هذا هو الأصل. أيوة. والأول هو المنع قبل التمام، منع مجرد أو منع معتنى. منع مجرد يعني مجرد عن الدليل والقرينة التي تؤيد الاعتراض. نعم. أيوة. ما هو السند؟ هو الذي يبنى عليه منع، واضح، وهو دليل، هو حجته. نعم. أيوة. والمنع مع السند كلا لا نسلم كذا، ولما لا يكون الأمر كذا. المنع مع السند نسلم كذا، ولما لا يكون كذا؟ لأنه كذا. هذا كأنه السند المؤيد للمنع. نعم. أيوة. وإنما يلزم كذا لو كان الأمر كذا، لو كان الأمر كذا. مثلا لا نسلم أن الحرارة تقتضي الدخان، وإنما تكون الحرارة مقتضى الدخان لو كل فرد كان كذلك، وهذا ليس كذلك، لأن نجد الشمس ليس لها دخان وهي مسخنة، وهكذا. وقص على ذلك. أيوة. وهو أي الأول بقسميه من المنع المجرد والمنع مع السند المناقضة. تسمى مناقضة. أي تسمى بها. تسمى بها. ما هي المناقضة أيضا؟ أن أمنع الحكم وأدعي نقيضه أو ضده. أن منع الحكم يقتضي ماذا؟ ذكر المنافي، واجتماع المتنافيين محال، هذا سمي مناقض، لأن كل منهما ينقض حكم ماذا؟ دعوى صاحبه. هذا المستدل يثبت الحكم وهذا ويحتاج إلى نفي ما ادعاه المعترض، والمعتضل كذلك، فكأن كل منهما ينقض ماذا؟ دعوى صاحبه. نعم. أيوه. ويسمى بالنقض التفصيلي. النقض التفصيلي، لأن فيه تفصيل لماذا؟ تفصيل لمقتضى النقض ولزوم المحال. أيوه. فإن احتج المانع لانتفاء المقدمة التي منعها فغصب. انتفاء المقدمة التي منعها غصب، يعني أراد أن يستدل. انتبه، كيف تمنع ثم تستدل؟ اترك المستدل ماذا؟ أن يتمم دليله، واضح. أما أنك أنت أو يدفع المنع، أما أنك تأتي بالمنع وتستدل، غصبت ماذا؟ مقام، صرت أنت المستدل وليس هو، لأن المعلم هو المستدل. المانع يأتي بالمنع ثم ينتظر رده، وإلا صار غصبا. نعم. أيوه. أي فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا، لأنه غصب لمنصب المستدل. الذي يسمى في علم الجدل المعلم. يقولون أهل الجدل والمناظر سموه معلما. أيوه. ولا يسمعه المحققون. لا يسمعون. إذا لا يمكن أن تعترض وتأتي بالاستدلال، هذا قبل إتمام ماذا؟ الدليل، صح ولا؟ يعني نحن نتكلم قبل إتمام الدليل. الرجل ما لم يكمل دليله، أنت صرت تدعي نقيضه وتستدل، غصبت مقامه، صرت أنت المستدل وليس هو. نعم. أيوه. استلزامه الخبط فلا يستحق جوابا، لأنه يستلزم الخبط، صح ولا؟ لأن هذا السل الخبط، وأنا ما تمت دليلي. لا تجد دائما يقول واحد، يقول أنا لم أتمم دليلي فكيف ترد علي، ويؤدي إلى الخبط وعدم إدراك واستعجال ماذا؟ المعترض في عدم إتمام المستدل ماذا؟ دليله، وعدم الانتظار لرده، لأنه ربما يكون له رد على هذا المنع. نعم. فيبني الاستدلال بعد ذلك على منعه، على منع المستدل. أيوه. وكيل يسمعه فيستحقه، يعني يستحق أن يقيم الدليل على منعه. أيوة. والثاني وهو المنع بعد تمام الدليل. بعد تمام الدليل، بعدما أن يتم المستدل كل المبحث اللي ذكرناه، إنما هو قبل ماذا؟ إتمام المستدل لدليله، وهذا سميناه غصبا. أما في الصورة الثانية أن يتم المستدل دليله، فهنا يحسن المنع، وهنا لا بأس، هذا أهون من الأول. أيوة. لأنه
إما بمنع الدليل، بمنع مقدمة معينة. معينة مثلا، نعم. معينة أو مبهم، أيوة. لتخلف حكمه. نعم. فنقول تفصيل، لأن الحكم متخلف مثلا. مفهوم واضح، يقول بأني أمنع بهذه المقدمة وهي لا تستلزم المطلوب أو لا تستلزم الحكمة، نعم. أيوة. لمعينة. سمى مناقض، كان يمنع عين المقدمة الصغرى أو عين المقدمة الكبرى أو يمنع جزء من المقدمة الكبرى أو جزء من المقدمة الصغرى، نعم. أيوة. أو النقض الإجمالية، أي يسمى به إن كان لمبهمة، يعني يمنع مقدمة مبهمة غير معينة، نعم. أيوة. أو لجملة الدليل، إن كان لمبهمة أو لجملة الدليل، يعني للدليل في الإجمال ليس بالتفصيل. الدليل الإجمال لا يقتضي كذا. مثلا قال في سورته ما ذكر من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في كذا. لم يعين لنا هذا على سبيل الإجمال. قال صحيح. لم يبين النقطة التي تخلف فيها. ويقول بالنقض أنه تخلف الحكم عنه في كذا. مثل يقول النار مسخن وكل مسخن دخان، النار لها دخان، فيعتبر الدليل غير صحيح. لماذا؟ قال لأنه متخلف في الشمس. هذا نقض أو لا نقض، لكن هذا إجمال لأنه ما عين الجهة، بخلاف لو عين قال كل مسخن له دخان هذا منقوض. إذا عين كل مسخن ماذا يصير؟ نقض تفصيلي. وإذا قال دليل في الإجمال هذا يعتبر نقض ماذا؟ إجمالي. إذ هذا هو مثاله. أيوة. ووصف بالإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة، غير معينة التفصيلي، الجهة المنع معينة. أيوة. وذكر التفصيلي بالثاني زيادة، أما ذكر الإمام السبكي. أيوة. قال المسلم دليل، دليلك صحيح لكن من دلول لا يصح، امنعه مثلا، يعني يسلم الدليل يقول دليل صحيح ولكن لا يستلزم المدلول. كيف دليل صحيح ولا يستلزم المدلول؟ مما يكون ثابت موجود ولكن لا يستلزم المطلوب. ماذا يقول لك؟ نعم النار مسخن ولكن لا يستلزم الدخان. سلمته وما سلمته؟ سلمت أن النار مسخن ولكن لا يستلزم ماذا؟ الدخان. أيوة. مع منع المدلول والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة، المعارضة يعني مسلم دليل أو آتي بدليل آخر أقوى، هذا يسمى معارضة، وهي المعارضة بدليل آخر. إذا معارضة، لكن معارضة في الحقيقة ترجع إلى المنع، وهذا هو التحقيق، وهذا هو ماذا؟ التحقيق، أن المعارضة راجع إلى المنع، لكن المعارضة تكون للدليل بدليل آخر، كان يعارض خبر الآحاد بمتواتر مثلا وهكذا، نعم. أيوة. ويقول في سورتها المعترض للمستدل ما ذكرت من الدليل وإن دل على ما فعندي ما ينفيه، أي ما ذكرته ويذكره وينقلب المعترض بها مستدلا، مستدلا بهذه الطريقة يصير مستدل بدل ما كان معترض. لكن هذا بعد تمام ماذا؟ بعد أن يتم المستدل دليله، لأن المعارضة تكون بدليل آخر. نقول أنا أسلم لك الدليل والدليل صحيح ولكن معي ما ينقضه، معي شيء يقتضي المدلول غير صحيح ما كان دليل ثابت، بدل معي دليل ينسخه، أليس هذا معارضة بالنسخ؟ معارض خبر أحد ثابت بمتواتر فيقدم المتواتر، نعم. كمل. معترض بها مستدلا والمستدل معترضا، أما لو منع الدليل لكن هنا ما في، ليس غصب صح ولا؟ لأنه بعد تمام المستدل استدلاله،
المستدل قد تم دليله، بخلاف المسألة السابقة قبل إتمام الدليل يستدل لدعوة لمنع، هذا غصب يا شيخ، هل يعدوا ماذا؟ يعدوا غصبا. نعم أيوة. أما لو منع الدليل لا للتقلب ولم يستدل بما ينفي ثبوته فالمنع مكامرة. ما منع مكامرة؟ أما إذا منعت لشيء ما سلمت، يعني لا تسلم مدلوله، مدلوله ثابت واضح وما عندك دليل، هذا منع مكابرة. أين الدليل الذي ينفيه؟ فمجرد المنع الذي ليس فيه دليل يقتضي منافات أو نفي المدلول، فهذا مجرد مكابرة، مجرد عدم تسليم للدليل هكذا بدون حجة. نعم أيوة. وعلى المستدل دفع لما اعترض به عليه بدليل يسلم دليله الأصلي ولا يكفيه المنع. لا يكفيه مجرد المنع، يقول أنا لا أسلم، لا، لابد أن تأتي بدليل. بأن تقول ما استدليت به، طبعا دليلي أنا أقوى، أنت خبرك مثلا، فدليلي أنا مثلا في الصحيحين وأنت خبرك انفرد به البخاري وهكذا، لابد أن يرد بدليل آخر يرجح استدلاله ويرجح ما ذهب إليه مستندا فيه إلى ذلك الدليل. أيوة. فإن منع أي الدليل الثاني بأن منعه معترض فكما مر من المنع قبل تمام الدليل وبعد تمامه إلى آخره. نعم أيوة. وهكذا المنع ثالثا ورابعا إلى ما لا نهاية، صح، يستمر. أنا ربما هو يستدل وأنا أمنعه، وهو يرد ثم هو يستدل ثم أمنعه، وهكذا إلى أن يعجز أحدهما. متى تنتهي المناظرة؟ حتى يفهم أحدهما يعجز عن الرد. لا، صعب أن الكل يستطيع أن يرد، صعب. نعم أيوه. إلى إفحامه أي مستدل، معنى إفحامه عجزه، خلاص لا يقدر على الرد. أيوه. أو إلزام المانع، إما أن ينقطع بالمنوع أو أنه يلزمه المانع، خلاص لا يستطيع أن يرد عليه. أيوة. بأن انتهى إلى ضروري أو يقيني مشهور من جانب المستدل فلا يمكنه رده. نعم انتهى الباب. خاتمة، ما شاء الله، كيف خاتمة نشيطين. نعم. أستاذ خيران كيف؟ نعم يا الله. يا لله. ها؟ يا لله. استغاثة وكيف؟ هذا في شيء كأنه. إذا فعلنا الخاتم مساء تحضر؟ مساء. وصعب. نشوفه كيف بس. ما أظن صعب، صح؟ مساء صعب. خلاص إذا نختم خلاص. الشيخ قال ما يستطيع المساء يحضر. أيوة. ماشي. خاتمة الكتاب القياس، هل أصح أن القياس من الدين؟ القياس من الدين، لأنه ورد به نص القرآن والسنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وقد قال النبي اتبع سنة سنة الخلفاء. قد قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، أمرنا بالاعتبار وهو القياس. إذن القياس من الدين، لكن ليس صح أن تقول قال الله، لأن القياس لم يقله الله ولم يقله الرسول، لكن أن تقول من الدين. نعم من الدين راح مختص، لا تقول فيه الله قال الرسول، أن تقول الله وقال النبي أن النبي حرام وليس ثبت دليله بالقياس، هذا لا يجوز لأنه لم يقل. أيوة. إلا من باب لازم القول قول. إن قلنا بذلك نعم، ولهذا الفقهاء يقولون القول المخرج من مذهب الشافعي، ولكن لا تقول فيه قال الشافعي، إن القول المخرج ثبت بماذا؟ ثبت بالقياس. صحيح قول المخرج ما درسته في المنهاج، إذا خرجه الأصحاب على قول الشافعي في نظير المسألة قياس، هذا فهل هذا هل تقول قال الشافعي فيه؟ لا، لأنه ثبت بالقياس.
نعم نكمل. لأنه مأمور به بقول تعالى: اعتبروا يا أولي الأبصار. وقيل ليس من فيه إنما يقرأ على ما هو ثابت مكتوب على ما هو ثابت مستمر. يقع على ما هو ثابت مستمر يعني موجود. إيه؟ وهذا ليس ثابت، القياس يتجدد صح، لكن نقول الثابت أولا القياس أننا نسلم كأنه ليس من الأصول، ليس من الدين، لأن الدين قطعي والأصول قطعي، لكن هذا نسلم. أولا الأصول لا يشترط أن يكون قطعيا، وأيضا القياس قد يكون قطعي في بعض الصور، قد يكون قطعي وإن كان قليل على خلاف فيه. وثالثا الدين، الله سبحانه وتعالى كان قد أمرنا بأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أخذوا بالخبر الظني في حياته وهو يعلم، واضح. إذن الظني من الدين. النبي لما تحول إلى القبلة ذهب شخص واحد ليخبر أهل المسجد بأن النبي قد تحولت القبلة، كلهم تحولوا بصلاة، وأخبرهم واحد وأخذوا به، والنبي أخذ بخبر الواحد في عدة قضايا. هذا يدل على ماذا؟ على أنه من الدين، فالظني من الدين. نعم أيوه. والقياس ليس كذلك لأنه قد لا يحتاج إليه، قد لا يحتاج إليه. نعم. وقيل منه إن تعين بأن لم يكن للمسألة دليل غيره، هكذا يقول لا يحتاج إليه فيه النظر، وإنما أن النصوص محصورة وقائع كثيرة، والقياس محتاج إليه، والنبي أرشد إليه، فدعوا عدم الاحتياج فيها النظر، بل قد يحتاج إليه هذه كثيرة وليست للتقليل، بل 19 الأحكام الشرعية مأخوذة من القياس وهو الفقه، الفقه 19 كما قال الإمام مالك من الاستحسان وهو القياس، فكيف لا يحتاج إليه؟ نعم أيوه. استغنينا عنه بالنص أو لم تكن لك وقائع تحتاج إلى القياس، ولكن هذا نادر. أيوة. والأصح أنه أي قياس من أصول الفقه، أصول الفقه واضح، لأنه قد يكون قطعيا صح، وبعضهم قال ليس من الأصول لأنه ليس قطعي، ولكن لا نسلم بأن الأصول يشترط فيها القطع، لا، القياس تكون الأصول قد تكون حتى ظنية. ألا ترى أن كثير من مسائل الأصول مختلفة فيه؟ وهذا قول بعض المعاصرين أن الأصول مبني على القطع، هذا فيه نظر. هل يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم قياسا؟ نعم، أرشد إليه وما أرشد إلى القياس العكسي، وقال المرأة: أريت إن كان على أبيك دين أنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: دين الله يحق بالقضاء؟ قاس دين الله على دين الأدم، هذا قياس. أيوة، أمرها قال: أرأيت إن كان، أرشدها إلى القياس. نعم، فكان يقول إذا رأيت ذلك. أول الصحابة قال: يأتي أحدنا شهوته وهل عليه وله فيه أجر؟ قال: أيت لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قال: كذلك وضعها في حلال فله أجر. والصحابة قاسوا. نعم أيوة. النبي زاده النبي، لا ما الصحابة فعلوا وأقروا، قرروا، لكن نقول هذا الدليل أقار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا القول السلفي هو دليل إقرار، لكن نحن نأخذ أن دعاءه زاده قبل إقرار، وهو مقبول عند الله قبل أن يكره النبي، أن يكره النبي، وليس هذا من باب يعني زيادة. علم أن القبول عند الله بحسب الواقع، القبول عند الله بحسب الواقع، لكن في النهاية النبي علمه وقد يستدلون بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا لا حاجة في ذلك، لأن مسألة القبول هذا شيء عند الله. أعرف أعرف، لكن قد لا يسلم، لأن يقول لك هذا من إقرار النبي مأخوذ لا غيره. لكن نحن نقول هذا الحديثين أدل دليل على ذلك. أيضا الحديث هذا من اسمه معاذ بن جبل قال قال أحكم بكتاب الله، قال لم تجد، قال بسنة النبي، قال لم تجد، قال انظر الأشباه وأقيس. فقال النبي الحمد لله هذا الحديث صحيح وضعيف، ولكن أجمع العلماء على العمل به، وشهد له عمل الصحابة. الصحابة قاسوا، ألم يكسوا الجد على الأخ في الميراث مع أنه لا نص فيه بعد اختلاف طويل. وأمثلة هذا كثيرة جدا، هناك مؤلفات مستقلة في القياس أبها ذكرها، نستدل بهذا أولى. عارضه وقال أن هذا حادثة لم يكن في عهد النبي، ما هو أو لم أو حصل بعد ذلك. وأما أمور تعمدية كيف حصل بعد ذلك؟ هذا حصل بعد، لكن هو قاس على ما لم يرد من نص. أما في أمور تعمدية هذا التعبيد اعلم من مسألة القياس في العبادة، أنت تقول القياس في العبادة، القياس مبني على الإدراك الحكمة، صحيح الإدراك الحكمة. وسيدنا عثمان بن عفان زاد أذانا ثانيا، وسكت الصحابة وإجماع عن سكوتي، وهذا باجتهاده، هذا باجتهاده، هذا يدل على ما، على أن متى ما كان هنالك حكمة يمكن أن ندرك، لكن ليس في أصول العبادات، تكلم على فرعياتها، فلا مانع من القياس، فهو مذهب الجمهور. التوقف المراد بالأصول العبادات توقيف، يعني ممكن تزيد صلاة ساجدة، ما يمكن تجعل أربع صلوات ركعتين، العبادة توقيف، لكن في فروعها يمكن أن تقيس. هذا كيف نفرق بين الأصول والفروع؟ مراد به الجزئيات المسائل الاجتهادية التي ليست فيها نص وليست فيها احتاج شيء من أصول الدين. الصلوات الخمسة تعتبر أصل، ما يمكن تزيد صلاة سادسة، لا يمكن نزيد، لكن يمكن أن تقيس في جزئياتها بالاستنباط، كمسائل نواقض الوضوء. مثلا يقول أن النبي لو علم أن هذا الدعاء، النبي يقول أن الدعاء كذا وكذا، جاء بعد ذلك واحد زاد عليه، يقول لو كان هذا طيب لاختاره النبي. اختاره النبي. النبي لم يختار، فزيادة زيادة مانعا للسنة. عجيب، نقول على هذا لو كان النحو فيه خير، لو كان الوصول فيه خير، كل هذه الأشياء ينبغي لنا نتعلمها. بل تدوين الحديث لو كان فيه خير لما لدونه النبي، جمع القرآن لو كان فيه خير لفعله النبي وكتبه وجمعه، هذا باطل جدا، فيه ما ينقضه. نعم أيوه مشي، غريب هذا. نعم أيوه مشي، أيوه إذا كل شيء ما فعله النبي. الإمام الشافعي يقول ليست البدعة ما لم يفعله النبي ولا السلف، بل من درج تحت أمر عام وإن لم يفعله النبي ولا السلف، قال هذا لا يعد من البدع. والأصل أنه أي القياس من أصول الدين كما عرف من حديث وكلا ليس منه، وإنما يبين في كتبه لتوقف الغرض الأصول عليه، لكن هذا ضعيف، كأنه ليس من أصول الفقه، لكن هذا ضعيف. أصول الفقه كله القياس، لو ماشي قياس ما عاش يوصل الفقه، سهل صار. أيوة لتوقف غرض الأصولي من إثبات قضية متوقف عليها الفقه على بيانه، على بيانه، فكان القياس رأى أنه عقلي، وأن لكنه الفقه يتوقف عليه، أو أنه وظيفة الفقهاء وليست وظيفة من الأصوليين، لكن هذا فيه نظر. أيوة وحكم المقيس يقال فيه إنه دين الله وشرعه. نعم قال الله، لأن الله لم يقله. نعم أيوة لا رسوله، لأنه مستنبط لا منصوص. وقوله ولا نبيه من زيادة، ولا نبيه من زيادة على جمع الجوامع. نعم ثم القياس فرض كفاية على مجتهدين، ويتعين أن يصير فرض عين على مجتهدين احتاج إليه. أن يصير فرض عين على مجتهد ماذا؟ على مجتهدين احتاج إليه. واضح؟ مفهوم واضح. كمل ماذا قال؟ بأن لم يجد غيره في واقعته، وهو القياس بالنظر إلى قوته وضعفه قسمان، جلي وهو ما قطع فيه بنقل الفارق أي بإلغائه،
قال شوف هنا اعلم ان الان تتكلم على قياس الادونه. الجلي، ما هو القياس الجلي وما هو القياس الادون؟ هناك قياس جلي وقياس خفي، بعض نسميه بالادون. اعلم القياس الجلي هو ما فيه نفي الفارق اما قطعي او ظني، كما قال سيدي عبد الله في مراكز السعود: ما فيه نفي فارق ولو بظن جلي. الخفي عكسه، بان يكون نفي الفارق فيه قوي جدا او قريب او ظن قوي. مثال هذا كقياس ماذا؟ كقياس الضرب على التأفيف على قول الشافعي، لاننا نقطع ولا فرق بين ماذا؟ بين التأفيف، بل هو في الضرب اولى من ماذا؟ الاذى اولى من التأفيف، ايهما اكثر اذية؟ الضرب. او كان مساويا كالاكل مال اليتيم وايش؟ وحرقه. نعم ايوه. او ما قرب منه بان كان ثبوت الفارق اي تأثيره فيه ضعيفا بعيدا، ضعيفا بعيدا. نعم. إذا والخفي هو ما كان نفي الفارق فيه ممكن. نعم أيوة. كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق، على الشريك المعتق. نعم. وإثبها عليه كما مر، كما مر القياس من قياس الأمة على العبد في بين عتق الشرك له في عبده، فإنه يسري، وكذلك في الأمة يسري. نعم. والفرق بينهم هنا ضعيف. أيوة. وكقياس الأمياء على العور العوراء، بعضهم قال هذا قوي صح، بس قال بعضهم فرق العمياء على العوراء صح في ماذا؟ في أنها لا تجزئ. قالوا لأن العوراء لا تنظر المرأة جيدا صح، فيكون مظن لهزالها. لكن قال بعضهم العمياء قالوا كذلك، لكن قالوا لا، العمياء غالبا لا ترعى، بعضهم قال. وإذا هي تترك في الحظيرة صح، ويختار لها أفضل العلف، فهي مظن للسمنة. نعم. لهذا العمياء قد يكون فيه فرق بين العمياء وبين العوراء في عدم الإجزاء في الأضحية. أيوة. في المنع من التضحية ثابتة بخبر أربع لا تجوز في الأضحية، لا تجزء في الأضاحي، عور البين عورها عورها. نعم إلى آخر الحديث. أيوة. وخفي وهو بخلافه، أي بخلاف الدليل، وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه إما قويا، إما قويا. لا أيوة. احتمال النفي الفارق أقوى منه، أقوى منه. نعم. وإما ضعيفا وليس بعيدا كل المعني، كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد. هذا نعم، هذا خفي، ولهذا اختلف فيه خلاف شديد. نعم أيوة. وقال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل، وقيل فيهما أي الجلي والخفي بغير ذلك. فقيل الجلي ما ذكر في تعريفه، والخفي بالشبه. بالشبه، الخفي يكون بقياس ماذا؟ الشبه. فيكون الجلي ما كان في قياس علة المناسبة ومسلك المناسبة وغير المسلك القوي، أما الخفي ما كان بمسلك الشبه، لأن مسلك الشبه ضعيف. أيوة. وقيل الجلي القياس الأولى، قياس الأولى كما قلنا. أيوة. فيف. نعم نعم. والوضع المساوي كقياس إحرامي، يكون وسط الوضع على أكله. نعم. ويكون الخفي هو ما كان إيش؟ أدون، قياس الأدون. نعم. والخفي الأدون نعم كقياس التفاح على البر في الربا. نعم. أن التفاح أدون في الطعمية من ماذا؟ من البر، أن البر قوت، والتفاح ماذا؟ فاتحة فاكهة، ولهذا اختلفوا فيه اختلافا شديدا. نعم. هذا كله مبني على علة الربا. أيوة. ثم الجلي على الأولين يصدق في الأولى كالمساوي، كالمساوي على القول الأولين يصدق عليه مثل المساوي، فيكون أعم. أيوة. وينقسم القياس باعتبار علته ثلاثة أقسام. نعم، لأنهما قياس علة. نعم أيوة. قياس العلة وهو ما صرح فيه بها، ما صرح فيه بها، أي صرح في القياس بالعلة، كالنبيذ مسكر حرام لأنها مسكر، وكل مسكر حرام كليش كالنبي كالخمر. أيوة. كأن كان الجامع فيه نفسها، كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار، للإسكار صرحنا بها. أيوة. وقياس الدلالة وهو ما جمع
بلازم العلة وليس العلة. لازم العلة كقذفها بالزبد، النبيض يحرم لأنه يقذف بالزبد فيحرم قياسا على الخمر. القذف بالزبد وكون يقذف بالرغوة هذه ليست هي العلة لكن هي لازمة، من تقذف بالزبد فهو مسكر. أيوة. ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها. لفك حكمها نعم. الضمائر للعلة. للعلة. يعني بأثر واضح بأثر العلة أو بحكمها. نعم أيوة. كل من الثلاثة يدل عليها. كل هذا سمي قياس ماذا؟ قياس دلالة. أيوة. وكل من الأخيرين منها دون ما قبله بدلالة الفاء. بداية الفاء نعم الترتيب هنا. أيوة. فالأول كأن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة. النبيذ حرام كالخمر بجامع ماذا؟ الرائحة صح؟ الرائحة تستلزم ماذا؟ السكر. أيوة. وهي لازمة للإسكان. والثاني كأن يقال القتل بمثقل يوجب المودة. بجامع الإثم هذا إيش الأثر صح ولا؟ لأنه ما هو أثر الجناية الإثم. أيوة. وهو أثر العلة وهي القتل. قتله لأن القتل أثره الإثم والعقوبة. أيوة. كمل. والثالث كأن يقال يقطع جماعة بالواحد. يقطع الجماعة بالواحد واضح نعم. إذا قتل جماعة شخصا وتواطؤوا على ذلك فإنهم يقتلون به كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم أفتى وقضى به. أيوة. كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم. وجوب الدية عليه هذا إيش حكم أو لا؟ هذا حكم وجوب الدية حيث كان غير عبد وهو نعم. حكم العلة والقتل منهم بالمقيس عليه. نعم. وحاصل ذلك استدلال بأحد موجبي الجناية. أحد موجبي الجناية واضح. أحد موجبي الجناية. موجبي بالفتحة. موجبي الجناية لأن الدية موجب من موجبات الجناية. لأن الجناية توجب الدية. متى ما وجب الدية دل على أن القصاص كذلك. أن الدية فرع في قتل العمد الخطأ، في قتل الخطأ عفوا تجب. قال فكذلك إذا تعمدوا يجب القود لأنه أصل وجوب. ولا تجب الدية ابتداء. أيوة. من القود والدية في الفارق بينهما العمد على الآخر. الآخر نعم. والقياس في معنى الأصل وهو الجمع بنفي الفارق. هذا يسمى قياسا مع الأصل. سمى قياس في معنى الأصل أن تقول لا فارق بينهما تقول هذا مثل هذا ما العلة لا فرق بينهما نفي الفارق هذا كثير ما يفعله الفقهاء سمى قياس مع الأصل. أيوة. ويسمى بالجري كما مر وبإرضاء الفارق إرضاء الفارق نعم. أيوة. وبتقيح المناط بتقيح المناط نعم. قياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول على البول فيه مباشر لعدم الفرق وهو تنجيس الماء وتكثيره. أيوة. نعم هذا مثال لقياس الإلغاء الفارق. كقياس البول في إناء وصبه في الماء. النبي نهى عن البول في الماء الراكد صح هذا محل النص بول مباشر هذا متبادر مثله لعدم الفرق يقاس عليه لأنه لا فارقة أن تصب تبول في إناء وثم من الإناء تصبه في الماء الراكد لأنه لا فرق بينهم هذا قياس بإلغاء الفارق. بجامع لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بخبر مسلم عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يبال في الماء الراكد. نهى عن أن يبال في الماء الراكد. الباب الخامس ما شاء الله تبارك الله.